السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبتنا الأعزاء، اليوم سنأخذ المحاضرة الأسبوع الخامس لمحركات الاحتراق الداخلي. طبعا محاضرتنا لهذا اليوم راح تتكلم عن ما يسمى بالـ Air Fuel Supply System، اللي هو نظام تزويد الوقود والهواء. طبعا مثل ما تعرفون أنه المحركات بشكل عام ومحركات الاحتراق الداخلي بشكل خاص تحتاج إلى عناصر للاشتعال. العناصر اللي ممكن أن تؤدي للاشتعال هي وجود الوقود، والوقود لكي يشتعل يحتاج إلى الهواء الذي يحتوي على الأكسجين والذي يساعد على الاشتعال. زين، بهذا المفهوم نحتاج إلى أنه ندخل إلى داخل المحرك وقود وهواء حتى يتم الاشتعال. طبعا هناك طرق عديدة لإدخال الهواء والوقود إلى داخل المحرك. بعض الأحيان كما في محركات الديزل أو يسموها الكومبريشن انجينز، المحركات التي تعمل بالضغط، هذه المحركات يتم دخول الهواء على حدة ومن ثم حقن الوقود. فنحتاج إلى منظومة تدخل الهواء في شوط السحب، وبعد ذلك عند نهاية شوط القدرة عند نهاية شوط الضغط تحقن شحنة الوقود، فيحدث الانفجار ويحدث شوط القدرة. زين، فهنا شو يقول in diesel engines compression engines the function of air fuel supply system the function يعني وظيفة نظام تزويد الوقود والهواء. شنو وظيفته بالديزل انجينز؟ خلينا نشوف. يقول is to provide، هي لتزويد clean air during suction stroke، يعني لتزويد هواء نظيف أو هواء نقي خلال شوط السحب suction stroke أو intake stroke of engine cylinder and to supply injected fuel to engine cylinder. يعني شنو؟ يعني لتزويد الوقود المحقون إلى داخل أسطوانة المحرك. بأي هيئة؟ in automated form، بهيئة رذاذ أو بشكل رذاذ، at very high pressure، بشكل مضغوط ضغط عالي. لأن مثل ما تعرفون ليش نحتاج ضغط عالي، هسه راح نأخذها بعدين من نأخذ منظومة حقن الوقود. نحتاج إلى ضغط عالي لأنه هو الوقود راح يحقن في غرفة الاحتراق عند وصول المكبس إلى النقطة الميتة العليا، وبمعنى آخر عند ضغط الهواء، يعني الهواء يكون في عند ضغط عالي جدا، وخاصة في محركات الديزل أو في محركات الكومبريشن يسموها نسبة الانضغاط تكون عالية، فالهواء يكون مضغوط جدا. فحتى أحقن الوقود داخل هذا الهواء المضغوط أحتاج أيضا إلى ضغط عالي. زين، لأنني ما ممكن أحقن وقود بضغط منخفض إلى ضغط عالي. الوقود أو أي مائع حتى ينتقل من مكان إلى مكان لازم ينتقل من ضغط أعلى إلى ضغط أقل. فأني لازم هاي منظومة حقن الوقود تحقق لي ضغط عالي أعلى من الضغط الموجود هو شنو داخل غرفة الاحتراق في شوط الضغط. زين، فيقول at very high pressure according to operating condition، وفقا لمتطلبات العمل أو لظروف العمل. بعدين يقول the system is composed، يا سيستم هذا الـ air fuel supply system وين؟ في محركات الديزل أنا داحكي. زين، مين يتكون؟ يتكون من primary cleaner، من منقية هواء أولية، منقية هواء أخرى، وديزل تانك. طبعا هاي المنقيات بالنسبة للهواء. بالنسبة للوقود قلنا air fuel يعني هواء ووقود، فالهواء هو شنو؟ ينقى بواسطة الكلينر ويسحب إلى داخل الإسطوانة بواسطة شنو؟ بواسطة تخلخل الضغط عندما ينزل المكبس من النقطة الميتة العليا التوب ديد سنتر إلى النقطة الميتة السفلى، وفتح صمام السحب الانتيك فالف، فراح يحدث عندي تخلخل بالضغط، لأنه الضغط الخارجي هو الضغط الجوي الاعتيادي. من ينسحب المكبس إلى الأسفل راح يترك فراغ، هذا الفراغ يعني تخلخل بالضغط، فراح ينتقل الهواء من منطقة الضغط العالي اللي هي الضغط الجوي إلى داخل المحرك اللي هو راح يحدث فيه تخلخل بالضغط.
قبل ما يمر لازم تتلقاه شنو مجموعة من المنقيات حتى تنقي لي اياه من الشوائب، وهسه راح نجي ناخذها. زين هذا بالنسبة للهواء، واحد واثنين ثلاثة شو يقول؟ يقول ديزل تانك. طبعا بالنسبة للوقود انا احتاج وعاء يحوي لي الوقود، وهو شنو؟ التانك الخزان، سترينر القانصة، وهسه راح بعدين من ناخذ منظومة حقن الوقود راح تعرفونها شنو وظيفتها، ايضا هي وظيفتها تنظيف الوقود. فيول فيد بامب، المضخة اللي يسموها مضخة تزويد الوقود، هاي تكون مضخة يدوية ممكن انه تستخدم. زين فيول فلتر، مجموعة من الفلاتر، فلتر اولي وفلتر ثانوي، برايمري اند سكندري. وفيول انجكشن بامب اللي هو شنو راح يكون؟ يكون مضخة حقن الوقود، والانجكشن نوزل، النوزلات او المرددات او يعني ما شابه من تسميات، ما يعني يسموها نوزل، انجكشن نوزل، مرددات الوقود او الحواقن. زين بالنسبه الى اوتو انجنز، من هذاك الحكي كله وين؟ بالديزل انجن. بالاوتو انجنز المساله تكون اسهل، ليش؟ خلينا نجي نشوف. يقول ان اوتو انجنز سبارك انجنز، يعني هي معناته المحركات اللي تعمل بالشراره، دوره اوتو تعمل بالشراره، وشرحناها ان دوره اوتو دوره ديزل في المحاضرات السابقه. طبعا شو يقول؟ يقول اير فيول سبلاي سيستم، هذا نظام تزويد الوقود والهواء، provide clean air to mixed، يعني to mix، يزود هواء نظيف لخلطه مع الوقود، لخلطه مع الوقود، بينما هناك ما عندنا خلط، هناك عندنا هواء واحد ووقود واحد في محركات الديزل. اما في محركات اوتو او السبارك انجنز هي شنو؟ تخلط لي الوقود قبل ما يدخل الى الاسطوانه. فشي يقول؟ يقول air fuel supply system provide، يزود clean air to mix it، حتى يخلطه with the fuel مع الوقود during suction stroke، خلال ضربة أو خلال شوط السحب، intake stroke أو suction stroke. زين بعد شو يقول؟ يقول to produce a combustible mixture، يعني شنو؟ لينتج، to produce، لينتج a combustible mixture، خليط قابل للاشتعال، combustible mixture. This system is composed of، هذا النظام من ايش يتكون؟ هذا النظام بسيط، يتكون من air cleaner اللي هي منقية الهواء، air cleaner، carburetor اللي هي المبخرة يسموها بالعربي او بالعامية احنا نسميها الكاربريتر، هي الكاربريتر، وفيول تانك، طبعا الانابيب الموصلة، يعني هاي شغلة منتهي من عندها. زين طبعا الانابيب الموصله يسموها بالنسبه للهواء اير مانيفولد او انتيك مانيفولد. زين وبالنسبه الى الانابيب توصيل الوقود ايضا موجوده. زين بهالشكل هذا احنا شنو راح نحتاج؟ لو تلاحظون احنا قلنا سبق وان قلنا محركات الديزل تكون اغلى من محركات الشراره، يعني او محركات اوتو. ليش؟ لانه عندنا قلنا مواد تستخدم، مواد ربما يعني امتن. والنقطة الثانية انه تحتاج الى، يعني هناك مثل منظومة حقن الوقود، تحتاج الى منظومة حقن الوقود، وهي ايضا بها تعيير، وبها قد يكون النوزلات لازم تكون مضبوطة بدقة، بينما هنا ما عندي، هنا عندي كاربريتر، ولو هو بالآونة الأخيرة حتى محركات اوتو اصبحت يعني تعمل بالنوزلات، بالانجكترات يسموها او النوزلات. زين لكن بدنا نحكي على الشيء اللي كان شائع سابقا. زين هذا بالنسبه الى محركات الاوتو او السبارك انجنز. نجي ايضا هنا بده يحكي لنا هسه، اول شيء احنا شنو قلنا عندنا؟ قلنا الاير كلينر هي مشتركه، يعني انا لازم عندي اير كلينر او منقيه هواء موجوده في محركات الديزل او الكومبريشن انجن او محركات الاوتو اللي هي سبارك انجن. زين هنا الاير كلينر خلينا نشوف شنو فائدتها. هاي مشتركه بالنوعيتين، لازم انا عندي منقيه هواء. زين اذا اشيل منقيه الهواء شنو اللي يصير؟ خلينا نجي نشوف. منقيه الهواء شو يقول هنا؟ يقول a large volume of air passes into the engine، يعني كميه كبيره من الهواء او كميات كبيره من الهواء تدخل الى المحرك.
يقول بحوالي، يعني هم حسب ما في تجربة معينة أو في إحصائيات معينة، يقول as much as بحدود 100 كيوبك فيت، يعني ما يقارب 2.8 متر مكعب. يعني تخيل تقريبا 3 تانكيات مال مي، زين، يعني كحجم اللي احكي لك، هواء تدخل الى المحرك كل 1 مايلز، يعني كل تقريبا كيلو ونص مسافه يدخل الى المحرك ما يقارب بمعدل 2.8 متر مكعب. طبعا هاي القياسات اني ما، يعني طبعا ما تكون دقيقه فيما كما لو اني حسبتها بالنسبه الى الزمن، يعني خلينا نقول كل هلقه ساعه اشتغال، زين، تكون ادق النسبه، لكن قايسيها بهالشكل هذا. ف يعني تخيل انت تمشي كيلو ونص، اللي هي ما مقدار 1500 كيلو متر او 1479 متر، عفوا مو كيلو متر، متر، راح يدخل الى المحرك ما يقارب 3 تانكيات مي، لكن 3 تانكيات هاي مال مي اللي خليها بالسطح، لكن شنو؟ هواء. زين، هاي الكميه الكبيره من الهواء راح تدخل، زين، انت كم مايل راح تمشي؟ زين، فتخيل كميه الهواء اللي راح تدخل داخل المحرك. زين، اذا اخذنا نسبه نسبه، طبعا راح نحسبها بعدين، هذه النسبه اذا خلينا نقول راح يدخل مع كل متر مكعب كذا متر مكعب او كذا كتله كيلوغرام من الغبار. زين، هذا ايش قد راح يدخل الى داخل المحرك ويسبب لي ما يسمى بتلف المحرك، او يسبب لي يعني كانما يصير مثل البراده. زين، فتهرش، تقوم تهرش بالمحرك ويتاكل المحرك بسببها. فمنقية الهواء جدا ضرورية. زين، هاي عرفنا انه تخيل انه حجم الهواء اللي يدخل اذا انا امشي تقريبا كيلو ونص. زين، خلي نجي نقول بعدين النقطة الثانية شي يقول، يقول air always contains a lot of floating dust and grit. يعني شنو؟ يعني الهواء دائما يحتوي على نسبة كبيرة من الغبار والشوائب الأخرى. طبعا هاي هنا يفضل انه تستبدل بهذه الكلمة impurities. زين، for the dust and other impurities. Impurities يعني شوائب، فدست غبار. يقول the dust and other impurities could cause serious damage if they entered the engine. يعني شنو؟ يعني الغبار والشوائب الأخرى اللي تدخل إلى المحرك، زين، ممكن أنه تسبب لي ضرر يعني كبير، ضرر جدي، يعني مو لا يستهان به، خلينا نقول. زين، if they enter the engine، اذا دخلت الى المحرك. فاحنا حتى نمنع الشوائب شو نسوي؟ نستخدم الاير كلينر. ولهذا شو يقول؟ يقول اير كلينر از فيري نيسيسري تو كلين ذا اير سبلاي تو ذا انجن. يعني شنو؟ الاير كلينر هو جدا ضروري لتنظيف الهواء المزود الى المحرك. طبعا الاير كلينر بها نوعيتين رئيسيتين. النوعية الأولى يسموها ويت، أو يسموها أويل باث تايب. أويل باث تايب هاي شو تسوي؟ كونسيست أوف ذا مين بودي، تحتوي على خلينا نقول هذا البودي اللي هو بمثابة غطاء، بعدين ذا فلتر إليمنت اللي هو عنصر التنظيف، اللي هو هذا شكله راح يصير بداخل البودي هنا، هذا عنصر التنظيف، هذا شوفوا طبعا وأمثاله راح شنو يصير داخل هذا العنصر. زين، هذا منين يصنعوه؟ يصنعوه يقول لك ووفن كوفر، يعني شلون من النحاس المنسوج، فت شبكه من النحاس المنسوج، او في بعض الاحيان يسووه بشكل يعني من الورق يصير. زين، او مواد اخرى، بس اهم شيء انه هاي المواد تقوم بتنقيه الهواء. زين، اند ذا كفر، هذا اللي قلنا عليه الكفر اللي هو البودي. زين، واويل سامب، هنا الاويل سامب هاي وين موجودة؟ موجودة بالويت، اللي هي اويل باث، لأنه يحتوي على شنو؟ على زيت. يعني هاي اللي هي أول نوع من أنواع المنقيات تحتوي على زيت بالأسفل، تحتوي على زيت. هسه نشوف شنو فائدته. زين، وعندنا النوع الثاني دراي تايب، اللي يقول consist of، يحتوي على أو يتكون من the main body، ايضا الجزء الرئيسي اللي هو هذا الشكل، خلينا نقول. زين، طبعا الشكل هو يعني تصميماته هواي، لكن اجيب لكم كمثال بسيط. زين، the main body and the dry element، يعني شنو؟ يعني ايضا شبيه بهذا، لكن يكون شنو؟ ما بيزيت، ما عندنا بعد هنا حوض للزيت.
سامب. زين، هذا ايضا نوع اخر من انواع شنو المنقيات، او من انواع اللي يسموه فلتر اليمنت. هذا او هذا يعني الجزء اللي هو راح يقوم بالتنظيف يسموه فلتر اليمنت، فهذا نوع من انواع نوعيات الفلتر اليمنت. وهذا ايضا نوع اخر اللي هو هسه موجود شائع في السيارات الحديثه، ايضا هذا موجود. طبعا هذا ممكن بين فتره واخرى ستاخذوها احتمال في درس الصيانه راح نقدر ننظفه، يعني نضرب هواء قوي فراح يطلع منه كميات كبيره من الغبار، وهذا ايضا. واذا استخدمناه لمده طويله بحيث يصبح تنظيفه لا جدوى منه، يعني تكون بانسدادات، الغبار راح يكون الدقيق راح يكون يعني ما ممكن اخراجه بالهواء القوي، فهذا يتبدل، يعني سعره مو غالي، ممكن ان واحد يذبه او هذا ويبدله، جدا تبديله جدا بسيط. زين، حتى يحافظ شنو على ادامه المحرك. طبعا هنا هذا الدراي تايب اللي قلنا ما بيزيت، هذا ايضا وهذا 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 ايضا البيزيت. زين، خلينا نجي على الويت اير كلينر اللي هي اللي تحتوي على زيت. خلينا نشوف شنو الديزاين مالتها. يقول operation is as follows، يعني شنو يعني العملية تتم بهالطريقة هاي اللي هسه راح نذكرها، يعني شنو شلون تقوم هذه المنقية بتنقية الزيت، لا عفوا بتنقية الهواء. شو يقول؟ يقول أول شيء هسه خلينا نجي هنا خليها أرقام، هاي أول شيء يقول air enters، يعني الهواء يدخل إلى داخل وين؟ enters to شنو؟ air tube، اللي هو يا هو الاير تيوب هذا، هذا باللون الأحمر. إذن الهواء راح يجي هنا يدخل منه ومنه، شلون يدخل؟ عندي تخلخل بالضغط، صار عندي شوط سحب دا يصير في أحد الأسطوانات، صار عندي تخلخل بالضغط، فراح يصير عندي هنا ضغط جوي، هنا ضغط أقل من الضغط الجوي، فراح ينسحب الهواء. من ينسحب الهواء إذن air enters air tube، هاي الخطوات اللي يتم بها تنظيف الهواء، أو يعني عملية اللي تتم. زين، then يعني فيما بعد it's pulled down to the bottom of the main body، يعني يسحب، يقول فيما بعد هو يسحب إلى الأسفل، أسفل الجزء هذا المين بادي، يعني هنا بالأسفل. زين، هنا بالأسفل طبعا هنا ما عندي فتحة، يعني هنا مسدود. زين، هذا ينتهي إلى هنا، خلينا نقول. فالهواء وين راح يدخل؟ راح يدخل داخل الزيت، راح يدخل داخل الزيت، لكن وين بعدين راح يروح؟ هو هنا عندي يعني تخلخل، هنا عند تخلخل، وين راح يروح؟ راح يصعد يعني يرتطم بالزيت، خلينا نقول يرتطم بالزيت ويعكس اتجاهه. شوف يقول where it must make a 180 degree turn، يعني يعكس اتجاهه 180 درجة بعد ما يرتطم بالزيت، يعكس اتجاهه 180 درجة ويصعد إلى الأعلى، يصعد إلى الأعلى. ليش؟ أنا هسه هنا عندي تخلخل بالضغط، يعني هنا اذا تجون تشوفون هسه احنا شنو قلنا؟ قلنا هذا الاير تيوب، هذا شنو؟ الاير تيوب انبوب، وين يودي؟ يودي الى حوض الزيت. هنا شنو اكو؟ هذا عندي الفلتر اليمنت اللي هو شنو؟ اللي هو هذا الجزء اللي يقوم بتنقيه الهواء. فالجزء قلنا يتكون اما من يعني ورق، واما يتكون من نحاس او غيره، اهم شيء جزء يقوم بتنقيه الهواء. وهنا شنو عندي؟ عندي زيت، فمن راح يرتطم الهواء بالزيت؟ راح يعكس اتجاه 180 درجة. زين، راح يصعد عبر هذا الجزء اللي هو شنو؟ فلتر اليمنت. ليش يصعد؟ لأنه أنا هنا عندي تخلخل بالضغط، هذا رايح لأحد الأسطوانات، عندي بها تخلخل بالضغط، فراح يصعد. أثناء ارتطامه بالزيت راح يفقد، هسه هنا خلينا نجي حتى واحدة واحدة. يقول as the air pass over the oil، عند مرور الهواء فوق الزيت أو فوق حوض الزيت، most of the particles will not be able to make the turn، يعني أغلب الدقائق الغبارية، الجزيئات أو الدقائق الغبارية سوف لن تتمكن من شنو؟ من عكس اتجاهها، لأنه هو هنا من دا يسير الهواء دا يسير بسرعة معينة، والغبار أيضا دا يسير وياه بسرعة معينة. فبسبب القصور الذاتي لهذه الجزيئات، قصور ذاتي أعلى من قصور الذاتي لجزيئات الهواء، فراح تستمر كأنما بالحركة، ما راح تلحق تعكس اتجاهها. فوين راح تروح؟ راح تقع وين؟ في حوض الزيت،
ما راح تلحق تعكس اتجاهها وتطلع مع الهواء، راح تقع وين؟ او تلتصق في حوض الزيت، في الزيت الموجود في حوض الزيت. فيقول most of the particles will not be able to make the turn، ما تقدر تسوي عكس الاتجاه هذا اللي قلنا 180 درجة. And they will hit the oil، سوف ترتطم بالزيت. And be trapped، يعني ترتطم، hit يعني ترتطم بالزيت، and be trapped يعني شنو؟ مثل ما احنا نقول يعني ما تقدر، يعني شلون نقول تمسك بواسطة الزيت. زين، فمنو يبقى؟ يبقى الهواء وبعض الدقائق الأخرى البسيطة. فشي يقول؟ يقول as the air continues upward، عند استمرار الهواء إلى الأعلى عبر هذا الجزء ده احكياني. هسه خلصنا من الزيت، الزيت حتى لهنا، هذا الجزء تشوفوا هسه هنا، خلي هذا الجزء هنسوي بغير لون، بالأصفر مثلا ما أدري إذا يبين. هذا الجزء تشوفوا هذا حوض الزيت، هذا حوض الزيت، هذا الجزء شنو؟ خلي نسوي أيضا بلون آخر. هذا الجزء هو شنو؟ الفلتر إليمنت، أو شنو؟ عنصر التنظيف اللي هو قلنا عليه راح ينظف لي الهواء. فمر هنا بالزيت راح يستمر الهواء عبر عنصر التنظيف. شو يقول؟ يقول as the air continues upward، يعني عند استمرار الهواء إلى الأعلى بعد ما عكس اتجاهه، and passes through the filter element، هذا الفلتر إليمنت اللي باللون الأخضر، إيش راح يصير؟ يقول the smaller particles that bypassed the oil، الدقائق الصغيرة التي عبرت من خلال، يعني ما الزيت ما قدر أن يمسك بها لأنه صغيرة، فهاي الدقائق عبرت من حوض الزيت استمرت مع الهواء، هاي إيش راح يسوي؟ راح تعلق وين؟ راح تعلق في هذا اللي يسموه الفلتر إليمنت أو عنصر التنظيف. بعد ذلك راح يخرج لهنا شنو؟ الهواء النقي. طبعا ما نقدر نقول 100%، لكن نسبة عالية تصل إلى قد يعني فد نسبة كبيرة، فأنا تخلصت من نسبة كبيرة من الغبار والشوائب، فراح يذهب إلى المحرك هواء نظيف. أيضا شي يقول هنا؟ يقول the air keeps the element soaked with oil by creating a fine spray as it passes the reservoir، يعني شنو؟ يقول الهواء يجعل هذا العنصر التنظيف، هذا عنصر التنظيف، الهواء مو راح يدخل الى يعني يرتطم بالزيت، فراح جسم قسم من دقائق الزيت راح ايضا راح ترتطم، يعني تحمل مع الهواء، فوين تروح؟ تلتصق بهذا عنصر التنظيف. زين، فايضا راح تسبب لي شنو؟ تسبب لي انه زيد كفاءة التنظيف. فشي يقول؟ يقول air cleaner passes the incoming air، يقول المنقية الهواء، فيقول هاي منقية الهواء راح تمرر الهواء عبر هذا اللي هو شنو اللي باللون الأخضر، فلتر إليمنت أو عنصر التنظيف أو وسط التنظيف، قبل أنه يدخل المحرك. فصار عندنا كأنما هم تنظيف بواسطة الزيت، هاي مرحلة أولى، والمرحلة الثانية عبر الفلتر إليمنت. هذا بالنسبة إلى الـ wet air cleaner اللي هي منقية الهواء الرطبة أو منقية الهواء ذات الحمام الزيتي oil bath. الـ dry air cleaner اللي هي منقية الهواء الجافة، هنا ما عندي زيت، هنا ما عندي زيت، طبعا بها أنواع كثيرة، لكن راح أشرح لكم نوع واحد اللي هو هذا، خلينا نقول هذا المات اللي أمامكم. هذا النوع شو يسوي؟ في فتحة دخول الهواء، هاي فتحة دخول الهواء، زين، طبعا هاي هواء يعني جاي من الخارج، يعني يحتوي على غبار، يحتوي على أتربة. طبعا انت تخيل انه بالجو العادي في الشوارع الهواء غير نقي، زين، اذا في دا تعمل انت في حقل، زين، حراسة عندك او عندك حصاد او غيرها، زين، هذا الغبار المتصاعد ايش قد راح تكون كميته وايش قد راح يدخل؟ طبعا إذا عندك حصاد حتى قد يدخل قش وغيرها إلى داخل وين؟ مع الهواء، فأنت لازم لابد إلك من منقية الهواء. زين، وطبعا كل ما الظروف المحيطة بالعمل تكون أصعب، يعني مثلا أنت من تعمل بالحقل تحتاج تبدل منقية الهواء بفترة زمنية أقل مما لو كنت تشتغل مثلا بالشارع في ظروف عادية، يعني من منقية الهواء قد بالشارع كل شهر تبدلها أو كل شهرين، بالحقل أن تكون مثلا كل أسبوع تبدلها أو ربما أقل من هذا الرقم،
زين ليش؟ لان الظروف تحكم. زين هسه نجي عندنا شنو؟ عندنا فتحه لدخول الهواء هاي منا غير نقي، وعندنا عنصر تنظيف فلتر اليمنت اللي هو هذا اللي بالوسط تشوفوا هذا. زين وعندنا فتحه لخروج الهواء اللي هو هاي، هاي فتحه لخروج الهواء. هذا هنا عندنا شنو؟ عندنا يعني هسه خلينا نبديها من البدايه. يدخل الهواء من هذه الفتحه مع الغبار، راح طبعا هاي الفتحه صايره شنو؟ لا مركزيه، لا بشكل لا مركزي، يعني صايره بالجانب، فراح يصير كانما الهواء راح يدخل ويدور بشكل دوامات. هاي الدوران بشكل دوامات راح يسبب لي انه عن طريق الطرد المركزي راح الدقائق وين؟ راح تعلق وين؟ راح تعلق بال يعني هنا تتجمع بهذا الجزء اللي هو يسموه مثل الشيلد يسموه او الجدار. زين وبعدها ينفذ الهواء داخل هذا الجزء، طبعا بعد ما يتنقى لان هذا الجزء هو منقي يعني فلتر عضو يعني شلون نقول وسط تنظيف. زين فراح يتنقى الهواء، من يتنقى الهواء راح يخرج منه هواء نقي. زين هاي الفتحة ممكن انه بين فترة اخرى شي يسموها داست انلودينج فالف، هذا مثل الصمام ممكن فتحة وغلقة حتى تنظف هاي. مو قلنا اكو بعض الدقائق عن طريق عن طريق الطرد المركزي راح هنا تتجمع، فهذا عن طريق هذا نقدر ننظفه بين فترة اخرى، نفتحه وننظفه. زين حتى شكو دقائق هنا موجودة ممكن انه نفرغها، وهذا عنصر التنظيف ايضا ممكن ان يستخرج ويضرب الهواء وغيره الى ان يصل الى مرحله بعد لازم نبدله. زين هذا ايضا نوع اخر، هذا ما بي صمام، بي مثل خلينا نقول مثل الكاب يسموه او مثل الغطاء، فهذا الغطاء ممكن ان نفتحه وننظف هاي الفلتر يعني نقلبها او نضربها هواء بحيث يخرج منها ما تجمع من الجزيئات عن طريق الطرد المركزي، وايضا وسط التنظيف هذا اللي هو فلتر اليمنت او عنصر التنظيف ممكن ايضا ان نضرب هواء او نبدله اذا اقتضى الامر. زين نجي ايضا ننتقل الى موضوع اخر. هسه خلصنا الهواء، طبعا الهواء احنا قلنا قبل ما ننتقل الى الكاربوريتر اللي هو المبخره، الهواء راح يدخل من عنصر التنظيف، فراح وين يروح؟ عندنا أربع أنابيب موزعة على الأسطوانات إذا كان عندي محرك رباعي الأسطوانات، أو ست أنابيب إذا كان سداسي الأسطوانات. فعندنا المانيفولد الرئيسي، المانيفولد الرئيسي الأنبوب الرئيسي الهواء هو راح يرتبط بالمنقية، الهواء يتنقى يدخل بالمانيفولد الرئيسي وبعد ذلك يتوزع على هذين الأنابيب، يعني طبعا في كل مرة إلى أنبوب، لأنه أنا عندي شنو؟ عندي شوط سحب، في كل مرة راح يصير في أسطوانة معينة راح يندفع الهواء ينسحب ويكون نظيف ومتنقي. زين الكاربوريتر هاي اللي قلنا وين موجودة؟ قلنا موجودة في محركات الأوتو، زين أوتو إنجن أو شي يسموها سبارك إنجن. هذني الكاربوريتر هاي ما موجودة في الديزل إنجن، موجودة بالأوتو إنجن أو السبارك إنجن يسموها محركات الشرارة. زين هاي الكاربوريتر شنو وظيفته؟ الهواء اتنقى. زين اني محركات البنزين او محركات الشراره او محركات الاوتو شنو الاحتاج ادخل الاسطوانه في شوط السحب؟ ادخل خليط من الهواء والوقود. زين الهواء اتنقى، زين راسا ادخله الى المحرك؟ لا، هاي الكاربوريتر شو يسوي لي؟ تخلط لي الوقود مع الهواء قبل دخوله وين؟ الى المحرك، الى الاسطوانه. سموها مبخره لانه كانما تخلط لي الوقود بشكل بخار مع شنو؟ مع الهواء، وبذلك حتى يدخل المحرك وبعد ذلك يضغط الخليط ويحرق بواسطه الشراره. زين خلينا نجي نشوف من ايش تتكون. تتكون من اير كلينر، طبعا هو هنا ايضا يعني هاي ايضا بها اير كلينر. زين يعني الهواء راح يدخل لها منها عن طريق منقية، بس هي ايضا هم بها منقية هواء، يعني شوف كم مرة يتنقل الهواء على مود اضمن انه يدخل هواء نظيف الى داخل المحرك.
إذا اير كلينر إضافية، فينتشر اللي هو هذا التضييق اللي تشوفوا هذا، خلينا نسوي باللون الأصفر يمكن أوضح يصير، هذا التضييق يسموه فينتشر إذا ما أخذيه. زين إحنا حكينا عليها بس نعيدها مرة أخرى، تتذكرون بالمحاضرات الأولى حكينا فينتشوري. زين هاي هنا الصور غلط، هيجي فينتشوري هيجي بالآي. زين هذا شنو وظيفته؟ خلينا نجي نكمل شو اسمه، نكمل المكونات بعدين نجي نشرحها. فلوت ارم، الفلوت ارم هو ايضا راح يكون هذا الجزء، عفوا الفلوت ارم هو هذا، هذا الجزء هذا الفلوت ارم. تشوفوا الفلوت تشامبر اللي هي هاي، هاي فلوت تشامبر هاي تشوفوها. زين وعندي الثروتل فالف اللي هو هذا، الثروتل فالف يكون هذا، خلي الرقم هنا احسن حتى تكون واضحه عندكم، يمكن افضل اذا رقمناهن حتى شنو. اذا الاير كلينر هي هاي رقم واحد تشوفوه، ما ادري يمكن باللون الاصفر دا اكتب. زين الفنتوري هو هذا التضييق الموجود هنا، هذا رقم اثنين فنتوري. زين الرقم ثلاثة فلوت ارم اللي هو هذا، خلينا نسميه باللون الاحمر ثلاثة، هذا فلوت ارم. زين فلوت تشامبر اللي هو هذا اربعة فلوت تشامبر، وثروتل فالف اللي هو هذا رقم خمسة نكتبه بالاصفر رقم خمسة. زين هاي ثروتل فالف، وعندي ايضا تشوك فالف اللي هو هذا رقم ستة هنا، رقم ستة تشوك فالف. فلوت فالف هذا اللي هو رقم سبعة، هذا فلوت فالف. زين وعندي ايضا هذا الفلوت اللي هو شنو مثل الطوافة، طبعا هاي فلوت تشامبر يقصد بهاي كلها، هاي فلوت تشامبر يسميها الطوافة، هو هنا هاي الطوافة فلوت هاي رقم ثمانية. زين الفلوت تشامبر هي هاي كلها الغرفة. الجيت اللي هو راح يكون هذا، هذا هنا مثل الانبوب بهالشكل هذا صاير، هذا يسموه جيت اللي هو رقم تسعة، راح امسحه. والثروتل فالف اللي هو يمكن معيود مارتين ثروتل فالف، هاي يعني نقدر نشيلها نحذفها. زين هاي ما عندنا ما يحتاج ثروتل فالف، يعني تسع مكونات. زين هنا شنو اللي دي يصير؟ اللي دي يصير انه عندي هواء، طبعا هنا هاي الهواء راح يدخل من من هنا، هنا راح يصير عندي تضييق. خلي اسوي هنا راح يصير عندي شنو تضييق، هذا التضييق احنا اخذنا في ميكانيك الموائع انه عند جريان مائع في انبوب معين ويحدث تضييق في هذا الانبوب، يعني شنو تضييق؟ يعني قطره راح يقل، يعني مساحته راح تقل، ايش راح يصير؟ راح سرعته راح تزيد، وضغطه ايش يصير بي؟ راح يقل. زين حسب قاعده، يا حسب قانون برنولي، فهنا من راح يجي الهواء وصار عندي نقصان في القطر وبالتالي نقصان في مساحه المقطع العرضي للانبوب، السرعه راح تزداد. اذا هنا شنو راح يصير؟ هنا اللي راح يصير شنو؟ السرعة تزداد، السرعة تزداد، يعني الـ speed increase. زين وهنا عندي او الـ velocity increase هنا، وبعد شي يصير عندي بهاي اللحظة الهواء شي يصير بي؟ سرعته تزداد وضغطه، الضغط ينخفض، pressure decrease، الضغط ينخفض، يعني الفيلوسيتي شو يصير بيها؟ اذا تكتبوها بالانجليزي velocity increase والبرجر شوية الخط مو هالقد، برجر decrease. زين يعني اني شو احتاج؟ احتاج الضغط ينخفض، فلازم ازيد السرعه حتى الضغط ينخفض، انخفض الضغط فصار عندي، صار عندي كانما هنا ضغط منخفض، فراح ينتقل الوقود، هذا خزان بوقود، من هذا الخزان الى وين؟ بشكل رذاذ راح ينسحب الى داخل هذا الجزء،
وعندي هواء راح ينخلط مع الهواء. بعدين أني عندما أفتح هذا الصمام راح يروح وين؟ إلى داخل المحرك، إلى داخل الأسطوانة اللي يحدث داخلها شنو؟ شوط السحب. زين، هذه الغرفة أو يسموها الفلوت تشامبر، غرفة الطوافة، هاي شنو فائدتها؟ هنا مثل ما تعرفون، هنا طبعا الفيول كاتب لك، هذا مين يجي؟ يجي من الخزان. زين، أني ليش أحتاج طوافة؟ هنا أني إذا ما خلي طوافة، إيش راح يصير؟ راح يجي الفيول من الخزان، وراح تنترس هاي الغرفة، وهذا راح يظل منها شنو؟ يطلع وقود. في حين أني ما أريد منها أطلع وقود، إلا إذا أني وصلت يعني زيدت سرعة الهواء، صار عندي شوط سحب، سرعة الهواء زادت، زين، ضغط انخفاض راح يطلع لي منه عن طريق انخفاض ضغط، مو يطلع بدون سبب. يعني من أطفي السيارة، يعني هذا ما أريد يظل، يعني شلون يخرج وقود منه ويصير عندي فقدان بالوقود. فش أسوي؟ هذا هنا عندي طوافة معيرة إلى حد معين، راح يجي الوقود من الخزان عن طريق شلون نقول يعني الجذب الأرضي. زين، راح ينزل الى ان يصل الخزان، مستوى الوقود بالخزان الى حد معين، الطوافة راح ترتفع الى حد معين، راح تغلق لي هذه الفتحة، تغلق لي هذه الفتحة بالفلوت فالف. هذين يحفظوها الرجاء طلاب، يعني هاي الصورة، يعني احفظ الشكل واحفظ ايضا شنو اذني الاجزاء مالتها حتى تنطبع في بالك. زين، هذا الفلوت ارم والطوافة والفلوت فالف كلها متصلة مع بعض، طبعا هنا هذا مرتبط بهاي النقطة. زين، فراح ينغلق. زين، هنا صار عندي مستوى معين، مستوى معين من الوقود. شوفوا مستوى وين، بحيث ويا مستوى الفتحة، بحيث ما يطلع، يعني الوقود بالحالة الطبيعية من تطافي المحرك هو لهنا واصل، ما خارج الفتحة. زين، ليش؟ انه هذا اني اريد مستوى الطواف، مستوى الوقود يكون في مستوى هذه الفتحة. زين، وحتى لو اخلي الفتحه شويه اعلى من مستواها ماكو مشكله، لان هو راح ينسحب بعدين بالنتيجه. زين، فما يطلع الا بوجود تخلخل بالضغط. هذا الغرض من الطوافه، انه شنو؟ تغلق، يعني تعطيني، تخلي مستوى الوقود في الفلوت تشامبر الى مستوى معين. هاي الفلوت تشامبر، مو قلنا هاي فلوت تشامبر يسموها، يخلي مستوى الوقود في الفلوت تشامبر الى مستوى معين ما يتجاوز ارتفاع الفتحة اللي موجودة هنا، بعد ذلك يغلق. زين، إذا ما غلقت الطوافة، راح ينترس هذا الخزان مثل خلينا نقول لهنا، وأخذنا إحنا في ميكانيك المواع قلنا شنو؟ إذا عندي نقطة هنا ونقطة هنا، الضغط هنا أعلى من الضغط هنا، النقطة يعني الضغط عند هاي النقطة واحد أعلى من الضغط عند النقطة اثنين، فش راح ينتقل السائل من الضغط العالي إلى الضغط الواطي، وراح يظل ينفذ الوقود وينزل، يعني يخرج الى الخارج لغاية ما يصير هذا بهذا المستوى. فهذا الشيء سيؤدي الى فقدان كمية من الوقود بشكل مستمر. ولهذا نخلي الطوافة حتى شنو؟ تعطيني بقدر ما يصل مستوى الوقود داخل غرفة الطوافة بمستوى الفتحة او اقل منها بقليل. زين، بعد ذلك قلنا يصير تخلخل بالضغط، راح يخرج الوقود هذا اللي تشوفوه، يختلط مع الهواء ويروح وين؟ الى المحرك، الى الاسطوانه التي يحدث فيها شوط السحب. ما ادري هنا فهمتوا؟ صار واضح؟ زين، هذا رسم جدا بسيط، حاولوا تحفظوه. يعني طبعا هذه المكونات احنا حكينا عليها، لكن راح نمر عليها مرور سريع. هنا يتكلم لي، يعني كل وحدة يشرح لي اياها بالشرح مبسط امامها. كاربوريتر كومبوننتس اللي هي شنو؟ مكونات المبخرة. الاير كلينر اللي هاي حكينا عليها، قلنا لكم انه هاي تنقي الهواء، طبعا اضافة، مو هاي مو منقية الهواء الرئيسية، منقية الهواء دي كان موجودة، لكن هاي ايضا هي موجودة، راح يدخل لها الهواء بعد مروره على المنقية. زين، فيقول is very important to prevent mainly solid objects from entering the cylinder. يعني شنو؟ يعني جدا مهمة لمنع الأجسام الصلبة اللي هي الغبار وغيرها من الشوائب من الدخول إلى داخل السلندر. هاي الاير كلينر اللي يسموه فلتر. زين، ثاني شيء اللي هو تشوك فالف. هذا تشوك فالف، هذا حكينا عليه، تشوك فالف هذا شيء يسوي؟ يقول is a device، هو فد جهاز
of a جزء that restricts the flow of air at the entrance to the carburetor before the venturi section, thus creating extra vacuum downstream and so extra amount of fuel is forced in, which is necessary for cold starting. خلينا نجي نشوف شنو معنى هذه الجمل. يقول هو فد يعني خلينا نقول جزء معين، هذا الجزء بهالطريقة هاي بهالوضع هذا العمو الماثل أمامكم، هذا راح يسمح بدخول الهواء. من آني أجي أحركه مثلا خلينا نقول بهالاتجاه، سويته بهالاتجاه، طبعا هي مو غلق تام، ما أريد غلق تام، لكن نقول بهالشكل هذا، خلينا نقول يعني بعده مفتوح لكن شنو ضيقت الممر، ممر الهواء ضيقته. فالهواء اللي راح يمر منه واللي راح يمر منه ايش راح يصير؟ انبوب وضاق القطر مالته ايش راح يصير؟ راح تزداد سرعة الهواء ويقل ضغطه، فكأنما ديدخل هنا هواء بسرعة عالية وضغط منخفض، وهنا ايضا راح يضيق اكثر، راح يزداد سرعة الهواء اكثر ويزداد يقل ضغطه، فراح شنو راح ينطيني يساعد لي على خروج كمية كبيرة من الوقود، يعني من أضيق هذا راح يسمح لي بمرور كمية كبيرة من الوقود، يعني يصير الخليط غني بالوقود، غني بالوقود. هاي شو وقت أحتاجها؟ خل نجي نشوف الشرح. يقول في بداية التشغيل من السيارة باردة أحتاج أنا شنو أخنق، يسموه يخنق يعني الهواء، يسموه خنق الهواء، بالضبط هو كأنه مادة تخنق الهواء، زين، فيصير كمية الوقود أكثر من يعني نسبة عالية من الخليط بوقود. فشي يقول؟ يقول as device that restricts يمنع جريان الهواء، زين، هو مو يمنع بشكل تام، يعني كأنما شلون كعائق يقع في طريق الهواء اللي يجري داخل باتجاه الأسطوانة، flow of air at the entrance في عند مدخل الكاربوريتر، هذا مدخل الكاربوريتر قبل الفنتوري، هذا قبل الفنتوري هذا الجزء before the venturi section قسم جزء الفنتوري، لهذا thus يعني لهذا creating extra vacuum downstream يعني يزيد السرعة، وبالتالي الضغط راح تخلخل الضغط اللي هو الفاكيوم، فاكيوم تخلخل الضغط راح يزداد عندي، and so وبهذا نحصل على extra amount كمية إضافية من الوقود تجبر إلى الخروج إلى هذا الجزء. وهاي العملية شو وقت تكون مهمة؟ في بداية التشغيل cold starting، في عندما يكون جو بارد، فشنو هاي العملية راح تسوي لي خليط غني بالوقود واحتراق يكون أكبر حتى شنو ينهض المحرك مثل ما احنا نقول. فهذا choke valve، هذا أول واحد. venturi tube، يا هو venturi tube هذا التضييق اللي حكينا عليه، يقول is a decreasing هو انخفاض في مساحة المقطع العرضي cross section area، طبعا هنا نقدر نكتب area زين with من area، هو كاتبها نعم with من area at the throat، يعني شنو يعني هنا يصير عندي فد تضييق، شو يقول thus accelerating flow، accelerating يعني يزيد من تعجيل الجريان، يزيد سرعة الجريان مسببا انخفاض بالضغط، يسموه pressure drop، pressure drop انخفاض بالضغط، زين. So زين وصار انخفاض بالضغط، شو استفاد؟ يقول so ولذلك allowing flow rate allowing flow rate control according to Bernoulli theory، يعني يسمح إلى معدل جريان يكون أعلى عندي نسبة إلى معادلة برنولي، سرعة جريان عالية يصير معدل جريان عالي، وبالتالي انخفاض بالضغط وخروج كمية من الوقود من هذا من هذه الفتحة، هذا فائدة الفنتوري، حصول تسارع للخليط للهواء ينخفض ضغطه، وبعد ذلك يسبب لي شنو خروج كمية من الوقود إلى الهواء الجاري واختلاطه معه، وبعد ذلك يدخل إلى داخل الأسطوانة. زين بس حفظوا لي هذا الشكل لانه مو موجود يمكن بالسلايد اللي ورا، حتى نحكي على شنو على الثروتل فالف، هذا الثروتل فالف على هاي المنظومه اللي حكينا عليها، ناخذها بشكل يعني كتابه وبشكل شروحات، هذا الثروتل فالف راح نحكي عليه هسه، وهاي المنظومه الفلوت
يعني فلوت سيستم. فالفلوت سيستم يقول is a mechanism، هي فد ميكانيكية معينة for maintaining adequate amount of fuel available all the time to be separated into the airstream to improve evaporation and mixing. يعني شنو؟ يعني يقول الفلوت سيستم هو ميكانيكية معينة للحفاظ على كمية مناسبة، هنا خلي اخذ البوينتر حتى اشير لكم، على كمية مناسبة adequate amount. adequate amount يعني كمية مناسبة من الوقود المتوفر دائما، يعني دائما بهاي الغرفة لازم عندي وقود حتى يعني ينتشر او يضخ الى داخل مجرى الهواء. To improve evaporation and mixing، حتى شنو؟ يعني يحسن لي، improve يحسن التبخر والخلط. يعني دائما يكون عندي انا لازم عندي وقود في هذه الغرفة، كل ما ينقص الطوافة راح تنخفض للاسفل، فراح الفتحة اللي مرتبطة بخزان الوقود راح تبدي شنو؟ تزود هذه الغرفة بالوقود لغاية وصولها إلى مستوى معين، زين؟ عاد ترجع تغلق مرة ثانية وهكذا، زين؟ The throttle valve هاي اللي قلت لكم عليه يقول is a butterfly valve. Butterfly valve هاي نوعين من الفالفات positioned after venturi section. هذا النوع من الفالفات يقع بعد الفنتوري سكشن، يعني إذا جبت لك فراغ او صح وخطا قلت لك throttle valve is a butterfly valve that positioned before venturi section، فهو تقول لي خطا يعني هنا شنو لازم after، واللي عندنا choke valve before اللي حكينا عليه قبل شويه choke valve ذاك يكون before، throttle valve يكون after. زين and gathering air fuel يختصروها AF air fuel charged into the cylinder، يعني هذا راح يتحكم لي بكمية الخليط الداخل على المحرك. التشوك فالف شو يتحكم لي؟ يتحكم لي بكمية يعني نسب الخلط. احنا مو قلنا اذا نقلل نخلي التشوك فالف في يضيق مجرى الهواء راح يزداد سرعة الهواء ويقل ضغطه وراح يدخل لي كمية وقود عالية مع الخليط، فنسبة الخلط راح يغير لي اياها. اما الثروتل فالف هو راح راح يحدد لي كمية الوقود اللي هي كمية الخليط الداخلي للمحرك، زين؟ لأن التشوك فالف بعده ما مخلوط الوقود، هواء فقط، فيتحكم لي بكمية الهواء وسرعته، بينما الثروتل فالف هذا يتحكم لي بكمية الخليط الداخلي للمحرك، سهلة، زين؟ هنا عندي يقول methods of air draft in carburetor، يعني طرق إدخال، طبعا هاي أي المفروض small. زين ادخال الهواء الى الكاربوريتر، طبعا اكو داون درافت فيرتيكال، اكو سايد درافت يعني هوريزونتالي، واكو اب درافت. هنا هاي يقول لك يعني هذا الانبوب في بعض الاحيان يكون يعني حسب التصاميم، اكو داون درافت اللي هو هذا ثاني واحد داون درافت فيرتيكال بشكل عمودي، فالهواء من يجي بسرعه معينه راح يتخلخل بالضغط هنا راح يخرج الوقود منه يخلط مع الهواء، واكو سايد درافت اللي هو هذا هوريزونتالي، هذا سايد درافت بهالشكل هذا، يعني منه موجوده هذا الفلوت تشامبر وهذا هيك موجود بشكل جانبي، واكو اب درافت بهالشكل هذا اب درافت، فهي عده انواع موجوده. هذا هنا ايضا موضح لكم، هنا عندي هاي الفلوت تشامبر غرفه الطوافه، وعندي هذا في بعض الأحيان يكون upward، يعني شنو؟ يعني بهالشكل هذا يخرج الوقود، في بعض الأحيان يكون downward اللي هو شنو راح يكون بهالشكل هذا، يعني الهواء هسه هيك دا يمشي بهالاتجاه، وبعض الأحيان يكون جانبي، يعني الهواء يدخل منه هيك بشكل جانبي. يعني تصميمات هواية بي. هذا اللي ردت أتكلم عنه بخصوص الكاربوريتر اليوم. طبعا هنا أيضا يوضح لي الأبورد، هذا الأبورد والداونورد اللي هو بالعكس راح يكون، زين؟ وعندي السايد درافت اللي هو حكينا عليه قبل شوية، زين؟ فعندي هنا أبورد وعندي الداونورد، وهذا شنو؟ وطبعا اتجاه الوقود انتبهوا له، يعني هاي اتجاه العفو الهواء
هواء منا دا يكون، فهذا كأنما دا يحدث تخلخل بالضغط، لكن شنو عكس الاتجاه دا يعني يطلع هيك بهالاتجاه، وهذا لا هذا ابورد، يعني هو الوقود دا يجي من الهواء دا يجي منا فهذا باتجاه الهواء، وهذا يكون بشكل جانبي، يعني شوف اتجاه الهواء منا لكن هذا يكون بشكل عمودي على اتجاه الهواء. يعني هي عدة تصميمات، يعني أرجو أن تكون قد وصلت الفكرة بالنسبة لكم. طبعا هنا راح يوضح لي يعني بشكل نقاط وظائف الكاربوريتر أو وظيفة مبخرة الهواء. أول شيء يقول to mix the air and the fuel thoroughly، يعني شنو؟ يعني لمزج الهواء مع الوقود بشكل تام. زين. ثاني شيء to atomize the fuel، يعني يرذذ لي الوقود بشكل رذاذ أو قريب من البخار. زين. to regulate the air fuel ratio at different speeds and loads، يعني شنو؟ يعني نظم لي نسبة خلط الوقود مع الهواء في السرعات المختلفة والأحمال المختلفة. تدرون أنتم نسبة خلط الوقود إلى الهواء، يعني ما أدري إذا ماخذيها أو لا، أكو خلط يعني خليط غني يسموه بالوقود، في كمية وقود عالية وأكو خليط يكون كمية الهواء كبيرة. فهنا يتحكم لهذا في to regulate the air fuel ratio at different speed and load. زين. رابع نقطة يقول to supply correct amount of mixture at different speeds and load، يعني يجهز لي المحرك بالكميات الصحيحة من خليط الوقود والهواء في مختلف السرعات والأحمال. تدرون أنتم كل سرعة تحتاج إلى كمية وقود كمية خليط معين تدخل داخل المحرك. زين، فهنا راح يتحكم لي هو، يعني أنتم تشوفون هاي الكابريتر مرات تتحكم لي بسرعة المحرك، يعني عندما تضغط على دواسة الوقود كأنما تسمح بدخول كمية أكبر من الخليط الهواء والوقود بالسرعات العالية، لكن من تضغط بضغطة خفيفة راح تسمح بكمية أقل الدخول إلى المحرك، وبهذا راح تتحكم بسرعة المحرك عن طريق تحكمك بكمية الهواء والوقود الداخلة إلى داخل المحرك عن طريق الكاربوريتر أو المبخرة. إذن يعني الوظائف الرئيسية لمبخرة الهواء الكاربوريتر function. طبعا هنا هذا الرسم شيء يوضح لي، يوضح لي انه هذا بمنظومة الديزل، منظومة الديزل اللي راح ناخذ اليوم جزء من عدها حتى بعدين نحاول نكملها في بالمحاضرة اللاحقة. طبعا هاي منظومة الديزل، هسه هذا الحكي اللي حكيناه بالكابريتر، هسه شنو خلينا نجي نسوي ملخص. الاير كلينر قلنا هاي وين موجودة؟ موجودة في كل المحركين ديزل أو أوتو، يعني كومبريشن أو سبارك هي موجودة الاير كلينر. زين، بيها نوعيتين طبعا بغض النظر عن نوع المحرك، هي بيها نوعيتين، بيها دراي تايب يسموه دراي تايب، وبيها ويت تايب أو أويل باث حمام الزيتي. زين، عندنا واحدة تحتوي على زيت بيها حمام زيتي، وواحدة ما بيها زيت. زين، هاي بالنسبة للاير كلينر. نجي ننتقل على شنو؟ على هاي هسه هذا طريقة تزويد الهواء. زين، طريقة تزويد الوقود لفيول سبلاي، هسه هذا اير سبلاي احنا مو قلنا اير فيول سبلاي، هذا الاير سبلاي تزويد الهواء. زين، وعندي فيول سبلاي. الفيول سبلاي عندي حينقسم نوعيتين، يعني هذا كل محرك يعمل بشكل معين. عندنا الديزل انجن، حكتب دي اي ديزل انجن، وعندي الاوتو انجن او اي. الديزل انجن تستخدم، او خلينا نكتب هنا او اي اعتبار اخذناها لي قدام، وهنا نكتب الدي اي. زين، الاوتو انجن ايش راح تستخدم؟ كاربوريتر يمكن ان شاء الله هذا صحيح السبيلينج. هنا ايش راح تستخدم؟ انجكشن سيستم، منظومه حقن وقود، انجكشن سيستم اللي هسه هاي بالصوره مثل امامكم. فالكاربوريتر حكينا عليها والمنقي حكينا عليها، بقى عندنا شنو؟ الانجكشن سيستم. الانجكشن سيستم هو منظومه لحقن الوقود،
منظومة حقن الوقود يسموها. منظومة حقن الوقود هذه طبعا هم تتكون من عدة أجزاء. أول جزء تتكون من عنده شنو هو؟ تتكون من خزان. خلينا نمسح على هذا بعد ما وضحناه لكم، خلينا نمسحها بعد تصير مسألة واضحة. زين، طبعا هنا ايضا هو مكررها بعض الامور. هذا الاير اللي تحكينا عليه يدخل الهواء، بعدين عندي هنا 10 الاير كلينر ايضا حكينا عليها، هاي حكينا عليها. اذا هاي حكينا عليها نقطة رقم 1، والنقطة رقم 10 ايضا حكينا عليها اير كلينر. زين، وبعد شنو عندي؟ عندي هذا المانيفولد اللي قلت لكم عليه، المانيفولد اللي هو شنو راح يدخل لي الهواء يقسم الى الاسطوانه. طبعا هنا اكو حيكون 4 المفروض. زين، او 2 وكل يعني كل واحد يغذي اسطوانتين، يعني اهم شيء اكو مانيفولد يقسمها الهواء. هذا بالنسبه للهواء، هذا كله المن هسه، هذا كله للهواء. زين، الوقود شنو؟ هاي محرك ديزل. اذا شكتب ديزل، محرك ديزل، ديزل انجن. ديزل انجن ايش راح يصير به؟ راح يحتوي على منظومة حقن وقود. منظومة حقن الوقود مين تبدي؟ تبدي من اللي هي شو يسموها التانك. هذا اول شيء وين هنا موجود؟ خلينا نشوف هنا ديزل تانك، هذا رقم 5، هذا ديزل تانك رقم 5 مأشر لكم عليه. زين، طبعا خزان للوقود. وعندنا ايضا راح يكون فيول ليفت بامب، فيول ليفت بامب اللي هي رقم 7. زين، هنا هي يعني مسويها بشكل عام كمحرك، لكن احنا راح ناخذ الشيء اللي هو الانجكشن سيستم. انجكشن يعني مكونات الانجكشن سيستم راح ناخذها من هذا، من هذا الرسم. انجكشن سيستم، زين، انجكشن بدون ان. زين، اذا ديزل تانك، وعندي فيول ليفت بامب، هاي اللي يسموها بالعاميه المدقه اذا سامعين بها، مضخه يدويه. مضخه يدويه تفيدنا في عند اذا اريد اسوي تنفيس، لانه في بعض الاحيان المنظومه تحتاج تنفيس بالنسبه لل لمنظومه حقن الوقود في محركات الديزل، يعني يعبر بها هواء فاحتاج انه انفسها. تاخذوها ان شاء الله في درس الصيانه صف رابع اذا ان شاء الله. يعني بعدين شنو عندي ورا الفيول؟ هاي رقم 7، عندي فيول فلتر، هذا واحد وهذا ايضا واحد ثاني، فيول فلتر. زين، عندي فلترين، اذني راح اشركم اياها هاي باللون الاحمر. فلاتر، اذني فلاتر المن مو للهواء، فلاتر للوقود، فلاتر للوقود اذني. زين، وبعد شنو عندي؟ عندي الفيول، هذا هم أشير لك عليه رقم 9، اللي هو طبعا هاي مفروض رقم 9 فيول انجكشن بامب، فيول بامب يسموها. هنا لازم اكتب بامب بصفحة، هنا بامب، فيول بامب. زين، مضخة حقن الوقود او فيول انجكشن بامب، فيول انجكشن بامب يعني نقدر نكتبها بهالطريقة. انجكشن بامب، مضخة حقن الوقود. زين، الاير كلينر حكينا عليها. زين، بعد شنو عندنا؟ الانتيك مانيفولد اللي هو هذا، هذا قلت لكم عليه الانتيك مانيفولد رقم 11، هذا مأشر لكم عليه، هذا رقم 11. زين، اذا ذني الاجزاء اللي انا احتاجها، وعندي فشيء اسمه الريتين، هذا عبرناه يمكن نسيناه، الريتين بايب، ديزل ريتين بايب، هذا يسموه الراجع، يسموه الراجع. زين، اذا خلينا نأشرها باللون الاحمر. عندنا هاي، زين، عندنا هذا الخزان، وعندنا هذا الراجع، هذا الراجع. زين، وعندي هذا ايضا، هذا ايضا راجع، وعندي هاي المضخه، ايش راح اسويها باللون الاحمر؟ هاي مضخة حقن الوقود. زين، وهذا الأنابيب، أنابيب حقن الوقود. وهنا شنو عندي بعد؟
المفروض هم يأشرها. هاي هنا يسموها، خلي أنا أأشرها، نكتبها 12 نوزلز. هاي هنا اذني هذا 12، هذا وهذا وهذا وهذا، اذني نوزلات نوزلز. زين، اذا صار عندي شنو؟ صار عندي واضح انه احتاج خزان، واحتاج الى مضخه ابتدائيه يسموها، او مضخه يدويه تفيدني. شو وقت تفيدني؟ عندما اريد اسوي تنفيس للهواء الداخل داخل منظومه حقن الوقود، لانه منظومه حقن الوقود لازم تكون خاليه من الهواء. في بعض الاحيان قد يعبر هواء داخل المنظومه، فشلون استخدم هاي المضخه؟ تاخذون بدرس الصيانه كيفيه عمليه جدا بسيطه، تطرخي البراغي الموجوده مثلا، تستخدم المضخه اليدويه بايدك، تفتح ترخي البرغي لهنا، تستخدم المضخه الى ان يقوم يطلع فقط وقود، تغلق البرغي باحكام، بعدين ترخي هنا اكو برغي اخر، ترخي وظل تدفع بالمضخه الى ان يخرج فقط، طبعا الفقاعات هوائيه تخرج، بعدين يخرج الوقود صافي بدون فقاعات، تغلق باحكام، وهكذا اكو عده براغي هنا وصولا الى وين؟ الى الانجكشن بامب. زين، طبعا هاي التفاصيل ان شاء الله ان شاء الله في المحاضره اللاحقه راح نتكلم عليها ان شاء الله، بس اريدكم تاخذون فد فكره، لانه هاي اريد شوي نتوقف عندها، مضخه حقن الوقود جزء مهم اريد نشرحها بالتفصيل. الان تقريبا صارت 3 ارباع الساعه ماشي. اذا نلتقيكم ان شاء الله في المحاضره اللاحقه، ونكمل محاضرتنا لهذا اليوم اللي هي مضخه حقن الوقود. تحياتي لكم جميعا، وإلى اللقاء.